تعالي تعالي تعالي. ايوه. انت عايزه ايه؟ انا عاوزه اتحبس عندك. نعم. يعني ايه عايزه تحبس؟ اصل انا جايه اسلم نفسي. وليه بقى ان شاء الله؟ ما اصل انا يعني انا مجرمه وكده وعايزه اتحبس عندكم 24 ساعه. واشمعنى 24 ساعه؟ يعني لحد ما الحفله تخلص. حفله ايه؟ يعني قصدي يعني لما تتاكدوا من جرايمي وتتاكدوا يعني ان انا مجرمه يعني ما ينفعش تسيبوني منطلقه بجرايمي بره يعني يا فندم. منطلقه بجرايمك؟ ايوه. طب وحضرتك بس يعني ايه جرايمك بالظبط عشان نبقى عارفين؟ لا هو انا مش متخصصه في مجال يعني اجرامي معين، انا مجرمه في العموم في كله. طب معلش حضرتك ممكن تدينا فكره عن جرايمك؟ يعني احكي لك اخر جريمه مثلا؟ يا ريت. يعني انا اخر جريمه الست عفاف جارتنا كانت جايبه قطه كده شفتها على السلم عجبتني بصيت لها بصيت لي فقلت خلاص اخدها بقى وحبستها عندي في الاوضه عشان اكلها لانها الست دي كانت متعذبها. بس كل شويه تسالني هو انت شفتي القطه؟ اقول لها لا انا ما شفتهاش كنت بكذب. فانا انا سرقت قطه يعني انا حراميه. تمام. فانتوا ممكن تاخدوني بقى تحبسوني او شوف هتعملوا ايه. تمام حلو قوي كده. يا محمد بيه يا محمد باشا تعالى اسمع القصص اللي بتشيب دي مجرمه خطيره جدا. وريت بقى حضرتك تحكي لنا مشوارك الاجرامي من ساعه ما ابتديتي، احب اعرف كل حاجه. اتفضل اتفضل. شوفوا يا رجاله انا متشكر جدا لموقفكم ده. انا عاوز تعرفوا حاجه، اللي في الصوره دي تبقى بنت اخويا ساندي بنت ابراهيم جاركم وحبيبكم، والموقف اللي انتوا واقفينه معايا ده هفضل شايله على طول فوق راسي. انا عاوزكم توزعوا المنشورات دي، انت جماليه وحسنيه، الوايلي والضرب الاحمر، العتبه والسيده زينب، وسط البلد والمهندسين، عايش خد معاه انت اركبوا مع بعض. يلا ربنا يوفقكم يا رجاله. الف شكر الف شكر الف شكر. الف الحمد لله. ايه الاخبار يا ابراهيم طمني؟ مفيش فايده، لفيت على الناس كلها حد شاف العربيه ماشيه مركونه في اي حته؟ مفيش فايده. ما تقلقش يا هيما ما تقلقش، الفكره بتاعت الورق اللي انا عملتها دي هتجيب نتيجه ممتازه. ورق ايه يا عز؟ هي واحده تايهه؟ دي بنتي وهربانه بمزاجها. يا ابراهيم بتتريق على الفكره؟ دي فكره انا مستوحيها من ابوك الله يرحمه، راجل كان بطل بيوزع منشورات ضد الانجليز، فانا خدت منه الفكره استوحيتها. مفيش حد مضيعنا في ام الليله دي غير الانجليز ابوك، ايه اللي دخل الانجليز في بنت الهربانه؟ اربط بقى يا اخي، زي ما منشورات ابوك ساعدت في جلاء الانجليز عن مصر، انا منشوراتي ان شاء الله هترجع ساندي تاني بالسلامه، ونغني لها بقى يا حبايب بالسلامه ونهيص. حبيبتي يا بنتي جه اليوم ان نوزع منشورات عشان ندور عليكي. اجمد يا ابراهيم، امال هي هتروح فين يعني؟ هتلاقيها بتجري هنا ولا هنا ولا هنا؟ تجري هنا وهنا ايه؟ هو ده خربطه طيب مني؟ دي بنتي يا عز، بنتي. انت بتستعبي ولا ايه يا عز؟ بس فدي كل جرايم اللي عملتها من وانا صغيره. انت شددت الخطوره وبتهددي المجتمع بقى. يعني هتحبسني؟ بس الجرايم بقى اللي انت عملتيها دي هتوصلك لحبل المشنقه، وحبل المشنقه يعني عشماوي ومش هتخافي ولا ايه؟ يا نهار اسود، لا عشماوي ايه؟ انا غلبانه وطيبه والله العظيم. الله، بس كنت مجرمة وخطيرة وقطط و... وأنا مجرمة، أنا مجرمة بس غلبانة. أقول لك احبسنا 24 ساعة بس بلاش عشماوي والكلام اللي بيخوف ده نبي. أو ما أنتوا بتضحكوا على إيه؟ أنا جاية أقدم بلاغ زي أي مواطن. خلاص بقى، هو أنتوا هتحبسوني ولا مش هتحبسوني؟ طب أدي بطاقتك. معيش بطاقة. أقول لك احبسني عشان معيش بطاقة، لا عمري شلتها ولا هشيلها. طب يا ابني خدها على الحجز وحرز أي حاجة معاها. بجد؟ ألف مبروك. أنا مش عارفة أشكر حضرتك إزاي بصراحة، يعني ده أحلى خبر سمعته النهاردة. لا ده أحلى خبر سمعته في حياتي. من النهاردة مفيش خوف، مفيش قلق، مفيش حفلة. مفيش كده والله. ادخلي يا ستي. طيب اسمعي بقى يا مسجونتي وهي. أولاً انا ما اسميش المدلعه، ثانيا التشيز كيك دي حلويات مش حاجه تانيه، والكوسته ده كافيه مش خواجه، ودولابي خشب بحط فيه هدومي عادي، انا واحده بقطعها كارنيه سيرك ومش باقي على حاجه في الدنيا دي، واللي هتقرب مني هي اللي هتعيط. امين امين.